النجوم القائلة. يلا، جاء في كتاب تلبيس ابليس لابن الجوزي، بكري تو نمشيو للبسيه احنا برشا يمشيو بكري حاجه باهيه، فما ناس كتبوا كتب في المداخل والوسائل والالاعيب والحيل نتاع الشيطان واللي خذوهم من النصوص باش يعرفوا كيش، لان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا باش ينتصروا عليه وبالتالي ينتصروا على النفس الاماره بالسوء. فجاء في كتاب اللي يحكي على برشا حاجات اللي تفيد الإنسان المتعبد اللي يحب يتغلب على عدو الشيطان. قالت الشفاء هذه مرأة وعندها قيمة في القصة، مرأة كيفاش مش تصلح شباب. الشفاء بنت عبد الله رأت فتيانا شباب عملوا روحهم متدينين ومتعبدين يمشيوا كالمشي المتباطئ المتموت مشية الموتى ويتكلموا بشوية. قالت ما هذا؟ قالوا نساك، أي عباد هذوما. قالت والله كان عمر، تقصد عمر بن الخطاب، إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو الناسك حقا. يعني العبادة الصحيحة عند ربي مش أنك تولي متماوت وتولي تكلم في حوايجك وتبدل النمط متاع لبستك وتولي منزوي ومنكمش وتولي غريب، أما غريب على المجتمع وشاذ طريقة لتنفر الناس منك أو تولي معناتها سكوم على فلة كيزير المتكي اللي يضحك حمال في الناس لو صبب مع اليدين. المتعبد الصحيح هو كيف تكلم أسمع، مش بلسانه برك، يبلغ صوته في المجتمع ويتموقع في المجتمع ويبلغ رأيه وفكره وياخو حظه ويحط بصمته في المجتمع ويغير المجتمع. كذلك إذا ما شاء أسرع معناتها يواكب عصره ويشد ويمشي مع المجتمع ويعيش في وسطه. فما برشا ناس متعبدين يسحبوا كما ناس تحرق اللومبادوزا ولا الاخر يحرق روحه بالزطلة، فما ناس تحب تحرق الاخره، المرحله نتاع الدنيا يحب يتجاوزها. صحيح. بينما ربي خلقنا ليبلوكم ايكم احسن عملا. حب نقول حاجه زاده في العباده، العباده الصحيحه اني عندها لكل حاله ولكل ظرف عندها طريقتها. فمرة أنا ركبت في تاكسي في المستير وقلي راني في المستير، نلقى اللي يسوق في التاكسي بعد الثورة لابس لبسة المتعبد الناسك ويصبح يد تسوق ويد تصبح. قلت له يا ولدي أحسن عبادة تو أنك تحسن أنك توصلني أنك تحسن السياقة وتأمن الراكب معاك. كده قلي فما حريقة، أحسن عبادة أنك أنت تشارك في الناس باش تطفي الحريق. وقلي فما واحد في حالة إسعاف، أحسن عبادة أنك تصحفه. وقلي فما باك، أحسن عبادة أنك تحضر الباك وتنجح في حياتك. وقص على ذلك. فالمتعبد ما هوش الشخص السلبي، هو الشخص اللي عنده طاقة وعنده إيجابية وعنده كلمة وعنده موقع في المجتمع. نجوم القائلة.